الاكله معانا، ما خدتش اي وقت خالص اهو، تحفه. نقول عملنا ايه في الاول كده مع بعض؟ اول حاجه حطينا في الاكله الثانيه سهله خالص، مش هتاخد اي وقت. خلاص نعيد لهم بعد ما نخلص، ونعيد بعد ما نخلص. انا عندي هنا الوصفه الثانيه اللي هو احنا قلنا ايه، تشيز كيك بالبلو بيري بس صحي. حلو. وكمان هقول لهم ازاي نعمل صوص بلو بيري في البيت بطريقه سهله. بلو بيري اللي هو التوت. كلمينا بالعربي. الله يخليك. حاضر. عينيا. ترجمي. حاضر. اول حاجه دي كريمه اللايت ولا الجبنه اللايت؟ الجبنه. اوكي. البديل بقى بتاعها ايه؟ الجبنه القريش اللي احنا كلنا مش بنحبها عادي كده، لازم نعمل لها اي تاتش، فاحنا هنعمل بيها النهارده. هنجيب قطعه من الجبنه القريش، معاها معلقتين مثلا من اللبن. حلو. خلي الدسم. حلو. معاها معلقه عسل، ونضرب بقى في الخلاط او بالهاند بلندر، هنلاقيها بقت كريمي خالص. في عندك سنس عالي حبيبتي يعني بجد. ما عادتش هتبقى معانا الجبنه القريش. هتبقى كريمي كده، وخدنا سعرات قليله جدا وبروتين عالي جدا. بالظبط كده. ما هو التريكات دي يا جماعه في النظام الغذائي، هي الوصفه كلها بروتين، حتى الزبادي اليوناني مليان بروتين. صحيح. يعني انت عارفه الزبادي اليوناني غالي ليه؟ قوليلي. عشان احنا عشان نعمل كوبايه زبادي يوناني محتاجين 3 كوبايات زبادي عادي. جربت اعمله في البيت، فعلا الموضوع مكلف جدا. يعني كوبايه واحده محتاجه لتر الا ربع. بيقول كده اللي هو كله قشطه، تتحسي كله بخير وزي ما بيقولوا، والبروتين كله موجود فيه. بجد مش اخذت منك لتر الا ربع لبن بصراحه عشان تعملي كوبايه؟ مش نفس يعني الكميه اللي انت بتجيبها من بره. لا تسلم ايدك. انت حطيتي الجبنه على الزبادي. حلو قوي. علبه زبادي، وقولي مثلا ربع كوبايه جبنه، بلاش نكتر قوي برضو، او الجبنه القريش اللي احنا قلنا هنحط عليها عسل، قلنا عليها تطلع تحفه. انا مجربه وبتنفع كمان في حشوات كتير جدا، مش بس مع التشيز كيك، بتطلع طعمها حلو قوي. بنحط هنا يا اما عسل يا اما سكر دايت. عسل التحليه بقى زي ما احنا. العسل طبعا مفيد اكتر طبعا. بس هي كده يعتبر خلصت معانا. هجيب بس اشيل بس الحاجات دي كده. النظام الغذائي والمتابعه المجانيه من فريق طبي متخصص. احنا عندنا الدكاتره عندنا متخصصين في التغذيه العلاجيه. يعني ايه تغذيه علاجيه؟ يعني بناكلك عشان نعالج عندك الحاجات اللي انت بتشتكي منها. يعني حضرتك عندك دهون الدم عاليه، ببتدي اقول لك حاسب وخلي بالك من ده، بلاش وده بلاش وده بلاش. حضرتك عندك كبد دهني يبقى بلاش ده. حضرتك عندك مقاومه انسولين يبقى بلاش حاجات تانية. حضرتك عندك ضغط عالي يبقى بلاش حاجات تالته. فالتغذيه العلاجيه داخله في كل مجالات الطب، وبالتالي المتابعه المجانيه من الفريق الطبي بتتابعك اسبوعيا، بتتابعك مجاني من غير ما حضرتك تتصل. احنا بنتصل بيك. وعايز اقول لك في رقم شكاوي على الارقام اللي مكتوبه دي. جماعه لو في حد اتصل وقفل، هم السكرتيريه بيرجعوا يتصلوا بيه. الصفحه كمان على الوان دايت وجرين، اسفه، ودايت لايف، برضه بيرجعوا يرسلوك. فالموضوع للاتصال سهل قوي. وزي ما بقول لكم الشحن مجانا، واستغلوا بقى الهدايا. زي ما بقول لكم كده، فيتامين دي مهم قوي 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 لنزول الوزن، للاكتئاب، للخمول، لعدم نومك الكويس. اول ما بتاخد كبسولات فيتامين دي اللي هي جايه هديه مع الكورس، بتحس الموضوع اختلف خالص. سقوط الشعر برضو بيقل، وكل الكلام ده بيتحل مع كورس الانسولين. ناخد سمر على التليفون. صباح الفل يا دكتور. يعني مساء الفل عليكي. عايزين سمر تقول لنا ايه رايك. عامله ايه يا سمر؟ بصي يا دكتور، انا دلوقتي وزني انا عايزه اخس وزني 100 كيلو وطولي 163. تمام. بس كان ليا تجربه سيئه جدا مع البراشيم وكده. وعندي انيميا. وعندك انيميا؟ قولي لي انت اخدتي براشيم من على صفحه على طيب قولي لي البراشيم دي خسستك، طخنتك، ما عملتش حاجه؟ لا خسستني، بس مجرد ما بوقفها برجع ازيد تاني. ما دي بقى الفكره، ان احنا لازم اولا البراشيم دي تبقى ليها تصاريح من وزاره الصحه، ودي احنا بنضمنها في كورس الانسينيوم، وتصاريح هتطلع على الشاشه. نمره 2، ما تاخديش حاجه يعمل لك عليها بروباجندا واعلان وانت مش شايفه التصريح قدامك. احنا بنبعت لك التصريح كمان على الواتساب لو عايزه. خدي بالك كمان ان حته بقى اللي انا اثبت في الوزن، احنا عندنا كبسوله الفينيل بتساعد جدا على الحرق، وبتساعد جدا برضو على الشبع، عشان فيها الياف طبيعيه، الياف من الباكتين، من البذور، قصدي يعني قشور السيليوم، من الجلوكومانان، من الانيولين. كل دي الياف ذائبه، يعني اسماء صعبه بس كلها الياف ذائبه في الميه، يعني بتنفش في المعده. غير اللي كمان بيبقى فيه في الفينيل جرين كوفي او القهوه الخضراء اللي هي القهوه بس مش متحمصه، ف
فمحتفظة بالخير بتاعها، محتفظة بمضادات الأكسدة، محتفظة بكل الإنزيمات بتاعتها اللي بتساعد على نزول الوزن. فحضرتك لما بتاخدي الكورس كامل تتعلمي كمان معانا في الفريق الطبي تريكات، زي ما قالت لنا كده سارة، احنا بنعلم ازاي تعملي اكل لذيذ في البيت ليكي وللعيلة كلها مش ليكي لوحدك. في نفس الوقت تيجي تقولي لي طب انا اكلت مثلا اكلت بره، اقول لك وايه المشكلة ما تاكلي، واكيد الاكل بتاعك ده هيبقى يعني مش غلط كله. ليه؟ لان احنا في الاخر بناخد كمية اقل من اللي احنا كنا بناخدها قبل كده. لما حضرتك بتسألينا وبنتابع معاكي بتتعلمي.